سياسة واقتصاد زي ما هنشوف، أو أي كلية، حتى كلية تجارة، كلية حقوق، آداب، وبعد كده هقول له تعالى امتهن أي مهنة يعني. لا، ما هو لازم اللي اتعلمه ده يستفيد منه. لكن يمكن أنه في بعض الأوقات اللي فيها مشاكل متعلقة بالحصول على عمل، انك يمكن انك تستغل هذا الوقت، او انك تجمع ما بين عمل وعمل. هكذا يفعل الناس جميعا الان. لكن اسوأ شيء هو ان لا تفعل شيئا وتقول اصلا انا مستني الوظيفة تجيلي. هتشوفوا سارة وميار نموذجا يعني، وشفنا نماذج اللي شفناها على كورنيش الاسكندرية منذ قليل يعني. هم في كلية اقتصاد وعلوم سياسية، جات لهم الفكرة انهم يبيعوا عصير البطيخ، الجو بقى حر، وقطع البطيخ ايضا. لكن هل معنى كده انه اصل البعض يقول لك انتوا عاوزين الشباب اللي اتعلم، عاوزين تقولوا له اشتغل هذه المهن البسيطه اللي اي حد يعملها؟ لا، لكن اسوأ شيء هو انك تقعد لا تفعل شيئا. الافضل انك تبتكر بعض الافكار حتى لحين الحصول على وظيفه، او حتى وانت في الكليه يمكن أن البعض يمارس مثل هذه المهن. تعالوا نشوف سارة وميار في كلية اقتصاد وعلوم سياسية إيه اللي عملوه. أنا ميار، طالبة في سياسة واقتصاد سنة رابعة، وعاملة مشروع أنا وصاحبتي سارة. فكرة المشروع إن إحنا بنبيع بطيخ متقطع شرايح وكوبايات وعصير. الفكرة كلها إن إحنا كنا عايزين نعمل حاجة جديدة، ونخلي الناس عندها حاجات كتير في الشارع، اختيارات كتير ممكن ياخدوا منها وهم ماشيين في الشارع. جاتلك الفكرة إزاي بقى؟ الفكرة كلها جت أنا كنت مسافرة تركيا، ولقيت الناس هناك في أوبشنز كتير بيلاقوها في الشارع، بيعملوا فاكهة بأنواع مختلفة بيقطعوها. فلما جيت هنا قلت لسارة احنا عايزين نعمل حاجة جديدة، فقالت لي طيب فكري حاجة تكون سهلة. فقلت لها احنا نعمل بطيخ متقطع ويتباع جاهز للشارع، والناس وهي في العربية تاخد البطيخ بتاعها يعني. انا سارة، رابعة سياسة واقتصاد، واحنا في اخر سنة يعني، فهو عندنا graduation project. المفروض graduation project ده يبقى يعني هو عملي، يعني المفروض ان هو نظري بحت. احنا عايزينه بقى نحوله لحاجة عملية، اللي هو بقى ننفذه في الشارع، وحاجة اتعلمنا ازاي ندير مشروع وكده. هو طبعا كان في مضايقات، بس مش زي ما كنا متوقعين. احنا قبل ما ننزل لا كنا متوقعين المضايقات هتبقى اكتر من الريت اللي احنا شفناه في الشارع، بس لا كان اقل بكتير. وبالعكس كان في ناس بقى بتشجعنا كتير قوي، في ناس جابت لنا هدايا، في ناس كانت بتيجي تتصور معانا، اللي هو يعني حابين الفكره وبيشجعونا يعني. احنا اصلا ناويين نكبره مش هيبقى بس تريز وفي الشارع، لا ناويين نعمل فعلا مكان محدد، حتى يعني عايزين فكره التريز دي تفضل موجوده عشان احنا حابينها، بس يبقى برده راجع لمكان محدد موجود بيبقى عربيه او بوس نبيع بقى، ندخل فيه كمان فاكهه غير البطيخ وكده باشكال جديده يعني. اقول لهم يعني ما تتلككوش ان انتوا مثلا مش معاكم فلوس تبتدوا مشروع. احنا من بطيخه واحده اللي هي تكلفتها مثلا كانت 30 جنيه، وعملنا مشروع ويعني وسعناه وكبرناه، حتى يعني تكسر الروتين على الاقل، حتى لو مش عائد مادي يبقى انت اكنك بتكسر روتين حياتك، بتكسر الروتين حتى انت مش لاقي شغل يعني. طبعا بعض الناس هيقول لك يا بطيخ في النهايه يعني، انا كنت باخد سياسه واقتصاد او لا. هي افكار بسيطه، لكن كمان الشباب بيشجع نفسه. هي ليست بديلا، واللي اتعلم في كليه لازم يشتغل، مش لازم طبعا بما يوازي مؤهله يعني، لكن كمان مش هقول له اشتغل اي مهن الا في لحظات المأزق. مش هتعمل حاجة، مفيش شغل، ما زلت تبحث عن عمل، يمكن انك تجد من خلال هذه الافكار البسيطة دخلا. ويجب تشجيع هذه الافكار يعني. شوف هم واقفين بشكل زي اللي جبناها لكم قبل كده، بعض العربات اللي كان بيتم استخدامها في بيع بعض المنتجات وبعض السلع،
المهم انك انت لا تؤذي الجمال، لا تؤذي النظام، لا تؤذي النظافة. فيعني ايه المشكلة لو انا شجعت الناس بهذا الشكل وانها تستطيع انها تدر دخلا لنفسها وتنفق على نفسها وهترجع لبيتها. لكن اهم حاجة انه ما تنشأش اسواق عشوائية. شايفينه مشهد جميل ومنظم، وكمان يمكن ان يكون جزءا من جمال الشارع. في بعض الدول الأوروبية بيعملوا ده، بيكون جزءا من جمال الشارع. حتى بعض المتسولين بيعملوا لهم أفكار متعلقة بحضارة البلد، إنهم يلبسوا زيا معينا والناس تبتدي تديهم أموالا وتتصور معاهم. بنحتاج لأفكار بسيطة من هذا النوع هتدر دخلا على الشباب. والبطيخ مع الحر الشديد، يعني هنا حتى بيقولوا لي لو واقف واحد قدام الاستوديو هيكسب ذهب بسبب الجو اللي احنا بنعيشه. لكن ده ليست بديلا، لان البعض كمان بيطلعوا يقولوا لنا انتوا عايزين كده، ان الدولة تتخلى عن مسؤوليتها في انه الناس اللي خدت مؤهلات عليا في النهاية هنخلوهم يبيعوا بطيخ. لا، مفيش حد بيقول لك هو ده الطريق الاساسي. لكن في لحظات لا تجد عملا، عاوز تساعد نفسك، عاوز تجد عملا إضافيا، يمكن أن تلجأ إلى هذه